قريت اليوم عبارة في كتاب هكذا هزموا اليأس تقول: لا تحكم على الآخرين من خلال ماضيهم، فالذين حللوا الألماس اكتشفوا أنه كان فحما. العبارة جميلة جدا. أحيانا قد يكون عند الإنسان ماضي أسود، إرشيف أسود، ولكنه تجاوز وصارت عنده جوانب مشرقة وبيضاء كثيرة، يتسلط عليه بعض ضعف النفوس ليذكره ويعيره بماضيه الأسود. روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرى أحدكم القذى في عين أخيه، القذى التراب الوسخ البسيط يرى في عين أخيه، وينسى الجذع في عينه، في عينه جذع نخلة عيوب ما رأها، لكن شاف العيب والأذى الصغير في عين أخيه. لا يكون عندك مجهر تجاه أخطاء الناس وتجاه أخطائك تصاب بالعمى.